فليكن لك صحبة صالحة وخلطة محببة. لا حرج أن تأخذ معهم شيئا من الأحاديث التي تسمر بها تريد بها أن تهذب نفسك وتحسن قولك وتضفي لنفسك معرفة لا تعرفها، لكن إذا جمعت هذه الخصال انأ بنفسك عن المواطن التي يعصى الله جل وعلا فيها، غض بصرك عما حرم الله، لا تفرح بالمعصية، لا تجهد نفسك في أن تذهب إلى مواطن يغلب على ظنك أن الله جل وعلا يعصى فيها. وختام ذلك عظم ما عظمه الله، عظم ما عظمه الله. ولهذا لما قال بعض المتنبي وغيره يذكرون جهنم ويربطونها بالعز ويقولون لا نريد الخلود في الجنان إذا كان بالذل، هذا من الجهل بالدين، لأن تحقير جهنم تحقير لما عظمه الله، والله قال عنها إن عذابها كان غراما. فالمقصود من هذا كله كل ما عظمه الله عظمه، فبرك لوالديك من تعظيمك لله، تعظيمك لشعائر الله من تعظيمك لله.